خويا الزين الفواكه اللي عندنا، عندنا جميع انواع الفواكه، كاين افوكا، كنجيبوا الكيوي، كنجيبوا البعويد، كنجيبوا البنان، جميع انواع الفواكه، كاين الفرويد ودغاكو، كاين شي فواكه كاع ما الشيري مويا، جميع انواع، حنا كنبيعوا جميع انواع الفواكه، يعني اي فاكهه كتقلب عليها تقدر تلقاها عندنا. كاين بزاف ديال الفواكه اللي ما كينوضوش عندنا في المغرب، مثلا بحال الاناناس، الكيوي، كاين شي فواكه بحال الفخويد ودغاكو، بحال الشيري مويا، كاين شي فواكه ما كينوضوش عندنا في البلاد كنستوردوهم من الخارج، هما الاغلبيه ديال الفواكه ديال المغرب، اغلبيه الفواكه ديالنا ديال البلاد. حاليا دابا موسم ديال المانداليا، كاين ديال الليمون، كاين الرمان، كاين الفريز، فراوله الموسم ناقصه بزاف، الحمد لله الحركه ماشي المهم، الحمد لله الحمد كاين البركه، ولكن داك البيع والشراء اللي كان ما بقاش، الازمه راه الله يكون في العوان، الناس راه مأزمه بزاف. البنان كاين ديال البنان، الثمن البنان معروف الثمن ديالو، كاين ديال البلاد كيدير 10 دراهم حتى 8، كاين ديال الخارج كيدير 13 درهم حتى 15 درهم. فواكه كاين مثلا الافوكا كيدير الثمن ديالها 20 درهم، معروفه 20 درهم، يعني ماركه مزيانه، ماركه مزيانه كدير 20 درهم، مانداريا كدير 6 درهم، الليمون كيدير 5 درهم، كل شيء زعما اثمنه في المتناول وسلعه مزيانه، والحركه عيانه الناس الله يكون في العون، الازمر على كل شيء. كاين السردين شويه غالي الحوت هاد الياماس مع الموفيطه الشاو العيباز، هذا الحوت غالي، ولكن اش دير اصبر نادم السردين خويا دير 260 مليح ديال اليوم جديد حي باقي كيتركل، هذا خويا 500 درهم الكيلو، هذا رباج بحالو بحال القرفوح بحالو بحال السين، ولكن ديس خويا كاين استقبال داكشي مزيان، ولكن راه لا اله الا الله خاصك عاوتاني شويه ديال الفلوس وشويه ترونسبور ترتاح شويه، لا ما كره الناس صحابي شي استفاده، طرف السوقين اخويا الشاو الموفيطا والريح وفليك والباركوات ما خارجينش، خرجوها مره في مونديال. السوق مزيان اخويا، الخضره اللي عندنا عندنا كل شيء، الخضره الحمد لله راه موجوده هذا العام خير موجود، انت كتشوف كل شيء رخيص، ولكن الاقبال اللي قليل شويه، الناس دابا قلال شويه، ما كل ماشي كل شيء، شي حاجه رخيصه وشي حاجه غاليه على حسب، ماشي كل شيء. كل موسم راك عارف دابا كاين جلبانه، كاين الفول، دابا وقيت القوق، كلشي كيوجد دابا الحمد لله مع الشراء صباط الحمد لله، تمن راه كلشي هذا الساعه كلشي رخيص، كاين شي حاجه غاليه كاع، اغلى حاجه كاع راه هي موسم ديال جلبانه الفول راه دير 10 دراهم، اغلى حاجه كاع هي جلبانه. بالنسبه للمطيشه كلشي طيح الحمد لله.